كان امبارح اللي اثار جدل كتير على السوشيال ميديا وهي قائمه المنتخب ومعسكر طبعا مباراتي كاب فيردي وبتسوانا اللي اعلن عنها كابتن حسام حسن، شفتها ازاي؟ شوف، انا عايز اقول لك على حاجه. هو تقريبا يعني سيناريو مكرر من اعلان كل قائمه. بالمناسبه هو مش مرتبط بالمدير الفني، نفس الكلام ده شفناه مع فيتوريا، بنشوفه مع كل مدرب. دايما مع اعلان قائمه منتخب مصر دايما بيبقى ليه فلان انضم، ليه فلان ما لازم انضمش، يبقى فيه لازم اختلاف، لازم فين الانتقادات فلان؟ بالظبط. ودايما برضو احنا بنحط ده، احنا على الاعلام والنقد الرياضي بنلتمس دايما العذر للجهاز الفني علشان النقطه دي، ان انت اي اختيارات ليك هيبقى اتقال فلان فين وهذا. بس احنا بنقول دايما الدعم، كل الدعم للاختيارات اللي تمت دي، لان هم دول اللي هيمثلوا ان شاء الله. ودي تصفيات مختلفه بقى غير تصفيات كاس العالم، بنتكلم على تصفيات مضغوطه كمان، ما اعتقدش ان هي اتعملت قبل كده تصفيات افريقيا بالضغط دي. 3 اجندات دوليه ورا بعض تقريبا، شهر وشهر وشهر على طول، علشان نلحق نخلص قبل ان شاء الله بطوله افريقيا في المغرب 2025. مؤكد ان في بعض الانتقادات وبعض الكلام الكتير جدا، بس انا عايز اخدها كده او اقسم القائمه على محاور. المحور الاول التوقيت. كان في معسكر يونيو الماضي كابتن حسام حسن والجهاز الفني خرجوا وقالوا اسباب استبعاد محمد النني انه لاعب كبير واسم كبير، ومش معنى استبعاده ان هو خارج القائمه، ولكن هو التوقيت واختيارات القائمه في يونيو كانت بتستدعي ان احنا ما نختارش كابتن محمد النني. طبعا لما تالق ورجع وانضم سواء في فتره الاولمبياد او موجود. مع انضمامه للجزيره الاولمبياد دلوقتي بقى موجود. انا ليه بدات البدايه ديت؟ عشان كلمه التوقيت، انا النهارده عندي قوام اساسي من النادي الاول في مصر، والاساس دايما اللي بيكون موجود في منتخب مصر هو النادي الاهلي، قوامه الاساسي كله مريح، فكان لازم يحط الجهاز الفني في الاعتبار التوقيت ده، ان انا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كلها لحد اول سبتمبر جايه من بعد راحه سلبيه عفوا، فبقول ان هو هيبقى التجهيز بتاعهم ممكن يكون صعب شويه او على الاقل في المباراه. المفروض كان على الاجنده دي اختار التوقيت او اختار العناصر اللي بالبلدي او بكره بلغه اللفظ الدارج بتاعنا في الكوره رجليها في الملعب، وهم مثلا على سبيل المثال عناصر فريق بيراميدز اللي بيشارك في تمهيدي البطوله دوري ابطال افريقيا واللي بيشارك لحد دلوقتي في كاس مصر. اعتقد كان هو ده الاكثر واقعيه، وكذلك العناصر المحترفه. يعني انا كنت اشوف ان منطقيه ان انا اضم سام مرسي. انا عارف ان المركز بتاع وسط الملعب فيه عناصر كتيره، وقايمه زي ما انت استعرضتيها قبل ما في الفاصل الماضي فيها اسماء كتيره، وبالمناسبه في اسماء هتتوظف باك يمين وباك شمال زي محمد شحاته واحمد نبيل كوكا، بيجيدوا ايضا اللعب في نص الملعب، وفي مروان عطيه وفي حمدي فتحي وفي عوده محمد النني. البعض ممكن يلتمس العذر الكابتن حسام حسن ان هو ما ضمش سام مرسي، ولكن انا بقول ان على سبيل المثال فكره التوقيت لمروان عطيه تحديدا او لعناصر النادي الاهلي كلها ان هم مش رجليهم مش في الملعب دلوقتي، ومحتاجين فتره على ما يتم تجهيزهم. هل ده وهل اختيار كابتن حسام حسن ليومين او ثلاثه بدري شويه عن بدايه الاجنده علشان يجهز العناصر دي؟ طب هل عناصر النادي الاهلي فعلا هتنضم يوم 28 مع اعلان المعسكر، ولا ممكن يترحل يوم او يومين بحسب بيان او اعلان النادي الأجندة الاهلي الدوليه في الاجنده الدوليه انها تكون من اول سبتمبر؟ هنشوف الكلام ده في الفتره اللي جايه. طيب هل في اسماء انت قريتها في القائمه كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ على سبيل المثال في حراسه المرمى حمزه علاء كان اسم برضه مفاجئ بالنسبه ليا. طبيعي ينضم محمد الشناوي، طبيعي مصطفى شوبير لانه كان في فتره كبيره هو الحارس الاساسي في النادي الاهلي. مهدي سليمان مع تالقه في الفتره الاخيره طبيعي، بس انا عايز اسال سؤال، احمد الشناوي فين؟ ده اللي رجله في الملعب واللي موجود مع بيراميدز واللي بيلعب واللي كان ظاهر واللي كان موجود بالمناسبه في اكثر من اجنده دوليه سابقه مع منتخب مصر. حتى لو مش هيكون احمد الشناوي، محمود جات ممكن ياخد فرصته، محمد شعبان كان ياخد فرصته. يمكن برضه لو احنا قلنا العنوان الرئيسي في بدايه كلامنا التوقيت، يمكن توقيت تالق حمزه علاء مع الاولمبياد ساعد شويه في اختياره هو تحديدا واسامه فيصل، لانه اعتقد في 6 عناصر من المنتخب الاولمبي اللي تالقت في اولمبياد باريس انضموا للقائمه، فيمكن توقيت تالقهم في الاولمبياد هو اللي ساعد في اختيارات كابتن حسام حسن. خالد صبحي برضه من الاسماء اللي شايفها جديده وانضمامها ممكن يكون تميزه في الفتره الاخيره مع سيراميكا، ولكن احنا شفنا في حاله الجدل زي ما انت قلتي، الجدل ما كانش بس على مستوى الجماهير والنقاد الرياضيين، كان على مستوى اللاعبين. يعني احنا شفنا بعض اللاعبين على حساباتهم الرسميه في يعني بيحاولوا يقولوا ان احنا موجودين اهوت، يعني احنا في الصوره. شفنا عمر جابر عمل كده، شفنا احمد سامي عمل كده، حسين الشحات، ولكن انا بلتمس العذر دايما للاجهزه الفنيه
للمنتخبات على مدار الفترات اللي فاتت دي كلها، لان زي ما قلنا اختياراتهم دايما بتبقى محاطه بشويه جدل فني، ليه فلان مش موجود او ليه فلان موجود. طيب انت قلت تحليل محترم جدا للقائمه وممكن يكون الاختيارات بناء على ايه، ولكن عبد الحميد فراج نفسه هل كان يتوقع وجود لاعب بعينه وتفاجئ انه مش موجود في القائمه؟ تاكيد مع غياب عنصر مثلا مهم في مركز الظهير الايسر احمد فتوح، نتمنى ان شاء الله ازمته تعدي على خير. كنت اتخيل ان في اسماء ممكن تلعب في المركز دي غير توظيف احمد نبيل كوكا، يعني كنت ممكن اشوف مثلا انضمام عمر جابر اللي لعبها فتره من الفترات، عمر كمال عبد الواحد لعبها ايضا في النادي الاهلي فتره من الفترات، كان ممكن العناصر دي تكون موجوده واستبعادهم من القائمه يعني ممكن كان عليها علامه استفهام شويه. اتخيل ان في راس كابتن حسام حسن محمد حمدي اكيد هو اللي هيكون الاختيار الاساسي للمنتخب في هذا المركز. تتذكر احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل كده وقلنا لو حصل اصابه او حد تم استبعاده او في اي مشكله مين هيكون البديل؟ ما انا بقول لحضرتك هو بالترتيب هيكون في المعسكر اللي فات صح؟ دي حقيقه. كان محمد حمدي، وكنت انا بتشرف طبعا ان انا كنت في ضيافتك في وقتها، كان اتخيل ان ايضا المعسكر ده هيكون محمد حمدي بيلعب هو الاساسي في المباراتين، ولكن كان البديل بتاعه اما احمد نبيل كوكا بالترتيب كده، وممكن يتم توظيف بالمناسبه خالد صبحي في هذا المركز. ولكن احنا بنتكلم على فكره الخبرات وفكره العناصر اللي كانت ادت قبل كده في المركز ده سواء في الاهلي او الزمالك، كان عمر جابر او عمر كمال عبد الواحد كنت اتوقع وجودهم، وايضا زي ما قلت لك مركز حراسه المرمى احمد الشناوي كنت اتمنى وجود سام مرسي، بس فعلا فعلا المركز ده مركز وسط الملعب فيه عناصر كتير وفيه زخم كتير من عناصر متالقه. اتمنى ان الفتره اللي جايه نلتمس بقى فكره، لان احنا عندنا بالمناسبه معسكر في اكتوبر، ومعسكر اكتوبر عناصر الاهلي والزمالك هتكون بدات رجلها تكون موجوده في الملعب، لان هيكونوا لعبوا الدور الاول في بطولات افريقيا، وايضا هيكونوا لعبوا يوم 27 السوبر الافريقي، وربما يكون لحقنا جوله او جولتين من الدوري لسه بقى هنشوف المواعيد، فهيكون في عناصر موجوده. بس نبدا بقى نشوف النجوم المحترفين، انت استعرضت في تقريرك برضو احمد عبد القادر وتالقه، هنشوفنا سام مرسي، في عناصر كتيره جدا، اتمنى ان يكون ده في حسابات الجهاز الفني في الفتره اللي جايه.